from Iraq, Najah Ali. In the blue corner from the Democratic People's Republic of Korea, Hyuk Joo Kwo. انطباعك بهذا الفوز الذي حققته اليوم؟ انا كلش سعيد، كلش فرحان انه انا امثل الشعب العراقي، واقول انه ورغم كل هاي الصعوبات اللي واجهناها، رغم الصعوبات كل هذه احنا تدربنا واثبتنا وجودنا بالعالم كليته بهذا النزال.